تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم يوم أمس حفل الختام لجائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج لطلبة مؤسسات التعليم العالي بالمملكة. وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للجائزة في مبنى الإدارة بجامعة البحرين في الصخير، حيث اطلع على مشاريع التخرج المبتكرة لطلبة المرحلة الجامعية الأولى بمختلف الجامعات في مملكة البحرين التي بلغت 24 مشروع تخرج في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات. بهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل من مشاريع الهندسة وتقنية المعلومات، ومشيدا سموه بما قدموه من مشاريع مبتكرة تعكس ما يتمتع به شباب المملكة من قدرة وإبداع، ومثنيا سموه في الوقت ذاته على جميع المشاركين وتمنى لهم حظا أوفر في النسخ القادمة من الجائزة. أكد سموه أن الجائزة تعد واحدة من المبادرات المهمة لدعم الطلبة والطالبات وإتاحة الفرصة لهم لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم، الأمر الذي يدفعهم نحو رفع مستوياتهم وقدراتهم وتهيئتهم ليكونوا قادرين على الدخول لسوق العمل والمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع، مشيرا سموه إلى أهمية الاستفادة من هذه المشاريع في مختلف القطاعات، متمنيا للطلبة والطالبات المشاركين المزيد من التوفيق والنجاح. وبدوره عبر سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين عن شكره لتفضل سمو الشيخ خالد بن حمد برعاية حفل ختام جائزة سموه لمشاريع التخرج، وذلك في إطار ما يوليه من دعم لإبداع الشباب البحريني، مشيدا بالجائزة التي أصبح لها دور ملموس في اكتشاف القدرات الشبابية وخلق الجو التنافسي بينهم في مجالي الهندسة وتقنية المعلومات. وفي ختام الحفل كرم سمو الشيخ خالد بن حمد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل من مشاريع الهندسة ومشاريع تقنية المعلومات.
شهدنا اليوم الحفل الختامي لتوزيع جوائز سمو الشيخ خالد بن حمد لمشاريع التخرج، واللي هي جزء من مشاريع مكتب سمو الشيخ في جامعة البحرين، وهي واحدة من المبادرات المهمة بالنسبة لنا هنا في الجامعات المحلية ولجامعة البحرين، واللي تعد بوتقة تنصهر فيها جميع الجامعات تتنافس فيها للحصول على هذه الجائزة. سنة بعد سنة نشوف أن الجائزة قاعدة تتطور، نوعية المشاريع قاعدة تتطور، قاعدة تصير أفضل، جهوزيتها لدخول سوق العمل صايرة أفضل، جهوزيتها من ناحية أنها تتحول إلى مشاريع مربحة بعد قاعدة تصير أفضل. يميز الجائزة في هذا العام أن أغلب المشاريع جاءت لوضع حلول لمشاكل أو لبعض الأمور اللي تعالج أو تحسن من نوعية الحياة في مملكة البحرين، وهي خدمة المجتمع البحريني. فالجائزة قاعدة تؤدي دورها بطريقة أفضل بكثير مما توقعناه في البداية، والحمد لله قطعت أشواط كبيرة، ولها راح يكون إن شاء الله مردود قريب في المجتمع البحريني والاقتصاد البحريني.